حتى يتم القضاء على حزب الله الجديد. نسمع وجهة نظر الدكتورة زينة منصور الكاتبة والباحثة في الشؤون العربية والدولية معنا هاتفيا من بيروت. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة زينة. تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام ولضيفك. شكرا. هل يمكن القول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سينجح أو سيعمل على توظيف ما حدث من استهداف منزله اليوم لصالح موقعه هو الشخصي والسياسي؟ لا شك أن ما يحدث اليوم يؤشر على أن مذهب التصعيد سيكون بوتيرة متزايدة بعد اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وبعد البيان الصادر عن حزب الله الذي أكد على مسألة التصعيد العسكري والميداني جنوبا. فإذا اليوم هناك جبهة جنوبية تشير إلى عملية التصاعد، هناك استهدافات مباشرة لرئيس حكومة إسرائيل استهدفت منزله، وبعيد هذا الاستهداف نجد أن ضاحية بيروت الجنوبية تتعرض لغارات جوية كثيفة وعنيفة. كل هذه المؤشرات من الاغتيال إلى الغارات إلى الاستهدافات تثير أننا أمام أيام قادمة محتدمة وعنيفة، وربما نكون أمام أيام أعنف مما سبق. المشهد في تصاعد دراماتيكي، صحيح هناك نوع من الغموض يلف مجريات الأمور، ولكن الموقف الإيراني الذي يهاجم دبلوماسيا ويصعد عسكريا عبر الأزرع، والموقف الإسرائيلي الذي يصعد ميدانيا ويرفض العودة إلى القرار 1701 وأي شكل من أشكال الهدنة أو وقف إطلاق النار، وكلام نتنياهو الذي قال بالأمس إنها الجولة الأخيرة ولكن الحرب تنتهي، بداية النهاية لكن الحرب لم تنتهي بعد، دليل أن هناك بنك أهداف جاري تحقيقه، وهناك تصعيد عسكري ميداني من أجل استكمال هذه الجولة من العنف. رئيس الوزراء الإسرائيلي كيف سيستثمر ما حدث في ظل هذه العمليات والغارات التي نتابعها الآن على الهواء مباشرة من بيروت؟ بشكل سيد الكريم، كما هو واضح أن من يتحكم بالقرار العسكري والميداني وبتصاعد الأمور هو نتنياهو حاليا، هو الذي يمسك زمام الأمور وهو الذي يمتلك القرار بإكمال الحرب أو وقفها، وكان كلامه واضحا بالأمس بموضوع الاستمرار واستكمال الحرب. وعد الإسرائيليين بمزيد من الأهداف إطلاق سراح. كيف هو الذي يمتلك القرار؟ كيف هو الذي يمتلك القرار إذا كان هو نفسه لم يستطع البقاء في منزله؟ نعم، ولكن بحكم تهاوي معادلة توازن الردع بين لبنان وإسرائيل وبين الجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية لإسرائيل، بات القرار العسكري يحتكمه قاعدة تفوق سلاح الطيران، التفوق التقني، التفوق العسكري الاستخباراتي وموضوع الاختراقات، والفجوة التي حصلت بشبكة الاتصالات والإشارة لدى حزب الله. كل ذلك خلق عدة شجوات أدخلت عوامل ضعف على عملية توازن الردع، فتهاوى توازن الردع وبات القرار العسكري اليوم بيد إسرائيل، وهذه حقيقة وهذا واقع. وأن إن كانت هذه الطائرة المسيرة يعني فشلت في استهدافه شخصيا في منزله، ألا تكفي لأن تكون رسائل إلى أن الحزب قادر على استهدافه مستقبلا؟ هذا مؤكد أن هذه حرب مفتوحة بالنهاية، وكل شخص متورط بها هو هدف للجهة الأخرى للعدو الآخر. ولكن اليوم هناك أيضا معطى آخر، أن عملية التصعيد الميداني تتواءم مع خط دبلوماسي تقوده إيران عبر وزير خارجيتها عرقه وعبر رئيس مجلس الشورى الإيراني، الذين صرحوا تصريحات كانت واضحة أن إيران على استعداد للتفاوض حول قرار 1701. وإيران نفذ. ما يثير إلى أن على المستوى الأقمية الدبلوماسية العليا
هناك رسائل من أجل إطلاق عملية تفاوض مع الإيرانيين وليس اللبنانيين على 1701 فينتهك السيادة اللبنانية، ويؤكد أن حزب الله يعتبر ذراع من أذرع إيران. وعلى المستوى الميداني هناك رسائل للتصعيد الميداني من أجل أن يضطر العدو أن يثبت على طاولة المفاوضات مع الأمريكيين، وأن يجلس على طاولة المفاوضات الثنائية الإيرانية الأمريكية من أجل التفاوض على وقف إطلاق النار والعودة لقرار الهجمة 1701. شكرا من بيروت دكتورة زينة منصور الكاتبة والباحثة في الشؤون العربية والدولية، شكرا لك.